في أحد الأيام أتى معاذ بن جبل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. من أين جئت يا معاذ؟ جئت من عند نبي الله صلى الله عليه وسلم. فما قال لك؟ من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. فسأذهب فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم. اذهب يا أنس. يا نبي الله، حدثني معاذ بن جبل أنك قلت من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ.